خلينا نروح لمداخلة أخرى مهمة جدا مع الكابتن الكبير كابتن حسين السيد عضو لجنة الكابتن حسين لبيب السابقة في إدارة نادي الزمالك. يا كابتن حسين مساء الخير، الكل كابتن امير ازيك أخبارك إيه؟ اخبارك؟ والله الحمد لله كله مصبحينك كويس. إحنا مداخلات كل شوية. لا والله انا بقيت مكسوف، يعني انا حاسس ان انا بقيت تقيل على الناس انها تقعد كل شويه تسمعني. لا بس هو ضروري فعلا تواجد حضراتكم معانا، لان اكيد جمهور الزمالك لازم يعرف الحقائق. يعني طبعا بيسمع كلام من ناحيه، ممكن الناحيه التانيه يكون ليها رد اخر، فلازم توضح الامور. وفي الاخر جمهور الزمالك له الحق الكامل في الحكم من وجهه نظره طبقا لمتابعته الاحداث وبعد سرد كل الحقائق امامه. تاني، الاتهامات بتتكرر، عايز اخد تعقيب من حضرتك على الاتهامات الاخيره من قبل مسؤولي نادي الزمالك بخصوص اللجنه. هتديني كام دقيقة النهاردة بقى يا خد أمير؟ تحت امرك، مفيش اي مشكله، برنامجك بعد يا فندم. إذنك اسمح لي في الأول بس أتقدم بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره تمام. بالفوز النهاردة وتأهله للدور نصف النهائي، وبالتوفيق وكل التوفيق إن شاء الله في حاجة مباراته إيجابية مع جدا في نادي الحقيقة، حاجة الأهلي. إيجابية جدا لما يكون نجم كبير من نادي الزمالك وواحد كان مسؤول سابق في نادي الزمالك بيقدم التهنئة للنادي الأهلي، دي حاجة إيجابية بقالنا فترة ما بنشوفهاش في الحقيقة. إحنا بنتمنى دايما دي يكون العرف السائد في الوسط طبعا الرياضي. يا ريت. طبعا طبعا نخش في موضوعنا. اتفضل. طبعا أنا يعني سمعت جزء كده من الكابتن طارق كان معاك، حابب اوضح بس جزء كويس اللي هو اتفضل. مديونيه اتحاد الكوره اللي الناس بتتكلم عليها اللي هي وصلت ل 59 او 60 مليون جنيه. دي بتنشا عن ايه يا كابتن امير؟ ايوه بتنشا عن ثلاث حاجات صغيرين جدا، اتفضل. قيد وتوثيق وتسجيل عقود اللعيبه، اللي هي عباره عن ثلاث حاجات. معلش انا بتكلم بالتفاصيل لان دي كانت احد مهام ملف كره القدم كويس، ويعني شغلتي، فانا عارف شويه تفاصيل كتيره قوي جواها. اتفضل. حاجه اسمها رسوم تسجيل، دي 3% بيحصلها اتحاد الكوره، زائد القيمه المضافه اللي كلنا عارفينها اللي هي 14%، زائد رسوم تنميه، ودي كانت جديده، حاجه جديده او كانت ضريبه فرضت جديده، تمام. ودي بتتراوح تدريجيا بين قيمه عقد اللاعب، يعني اللي بياخد مليون غير اللي بياخد 5 غير اللي بياخد 10 غير اللي بياخد 15، بتتصاعد حد ادنى 3% وحد اقصى 10%. يعني احنا لو خدنا متوسط، معلش هتتعب معايا شويه في الارقام، ماشي. 8% هنضيفهم على ال 14% على ال 3%، يعني مجموع الضرايب كده تقريبا 25%. انا لما استلم نادي حضرتك مديونيته 60 مليون جنيه بدون الدخول في التفاصيل بقى الارقام اللي التانيه بتتقال، لان انا معايا بس في مكتبي وجواب من اتحاد الكوره تاني يوم ما مسكنا او في الاسبوع. مديونيه النادي يا فندم كان 60 مليون جنيه. 60 بالظبط، بالظبط 59 مليون جنيه عشان اصل اكون ما دقيق. قيل ما قيل ان المديونيه في التوقيت ده وصلت لحوالي 250 مليون جنيه. لا سوري، مديونيه اتحاد الكوره، انا بقول تمام. الكلام انت سوري، بتتكلم عن مديونيه اتحاد الكوره. اتحاد اتفضل الكوره اتفضل. ليه عند نادي الزمالك 59 مليون جنيه. تمام. الرقم ده يا كابتن امير عشان يبقى ده 25%، فانت محتاج حضرتك بحسبه بسيطه جدا 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 كده لازم يكون اجمالي العقود اللي انت عملتها، ركز معايا، عشان يبقى ضرايبها، يبقى ضرايبها 59 مليون، يبقى انت لازم تكون عملت عقود ب 240 مليون جنيه. يعني حضرتك برضو باختصار تاني، اللعيبه اللي لجنتنا عملتها ووثقتها زائد لجنه اللواء عماد عبد العزيز المحترمه اللي عملتها، لازم تكون لعيبه بكام قيمه عقودهم؟ ب 240 مليون جنيه. انا عايز حد بقى عاقل كده يقدر يقول لي ال 240 مليون اللعيبه اللي احنا تعاقدنا معاهم 240 دول يجي ازاي؟ احنا جددنا او لثلاث لاربع لعيبه، الونش وزيزو والجزيري، وطبعا ما كانش يتوثق امام عاشور وما كانش يتوثق عبد الله جمعه، فهنشيل دول على جنب من الحسبه. فاحنا وثقنا دول ودفعنا فلوسهم وتوثقوا، فدول تقريبا يعملوا 4 مليون جنيه، واللي هو عماد تقريبا برضو على ما اتذكر كان ايد لعيب او اتنين يعمل له مثلا بتاع مليون جنيه، بعد نتكلم 4 و1 5 مليون. احنا سددنا في الفتره بتاعتنا دي بال 14 مليون او 13 وشويه ونص على ما اتذكر، فيعني احنا في حلو 13 300 زي ما قال الاستاذ طارق جبريل، زي ما الكابتن طارق تمام قال. هو طبعا الحته الماليه دي بتاعته طبعا أكيد. هو اكيد اوير بيها. فاحنا كده تقريبا خفضنا المديونيه اللي كانت على النادي من 59، هتشيل منهم اللي احنا سددناه، يبقى تقريبا ال 59 بقوا 50 مليون. تمام، حلو كده. حلو، تكمله برضو بقى خلصنا كده بقى من الارقام عشان احنا صدعنا الناس بالارقام، بس يعني ايه بنحاول نذكر الناس طالما في غيرنا بيقول غير حقيقي. نيجي بقى تكمله لموضوع المديونيه. انا بقى في الفتره دي طبعا كنا شغالين على موضوع الرسوم التنميه لما جت
كان كل اللعيبه مشتاقه منها، ويعني عملت ايه؟ عملت قلق شويه في بعض عقود اللعيبه، لان كانت نسبه كبيره بيني وبينك وكانت جديده، وكان عندنا عقود اوريدي اتعملت وما كانش محطوط فيها الحزب النسبه دي، فلما اتطبقت طبعا، واحنا لازم نطبق قانون وما نقدرش نتجاوزه. فاللعيبه طبعا لما تيجي تخصم من عقده 10% فهو او 5% على حسب مبلغه او على حسب قيمه عقده ايا كان الرقم، فبيتسبب له ازمه. فاحنا ابتدينا نراسل مصلحه الضرايب والشؤون القانونيه. جالي في يوم من الايام الاستاذ فوزي العريان ربنا يمسيه بالخير، وجالي جواب بموافقه او مش بموافقه بعدم احقيه اتحاد الكوره. على فكره الضرايب دي اتحاد الكوره بيحصلها، مش بيحصلها لنفسه برضه عشان الناس تبقى واضحه. ايوه. هي 3% دي رسوم التسجيل، وال 14% بتاعت القيمه المضافه ورسوم التنويم. رسوم التسجيل بس هو اللي بياخدها كاتحاد كوره، انما الحاجات التانيه دي تتحصل لصالح الدوله. فجالي الاستاذ فوزي العين زي ما قلنا كده، وكان في جواب جالنا من مصلحه الضرايب بعدم احقيه اتحاد الكوره في تحصيل رسوم التنميه بس. تمام. من قيمه الايه؟ عقد اللاعب. وانا رحت بقى بالجواب دوت بصورته طبعا لاتحاد الكره مرتين على فكره مع المدير المالي بتاع النادي، بحيث ان احنا نسوي المديونيه. المديونيه دي تخيل حضرتك انا لما حسبتها كنا هنوفر كمان نسبه رسوم التنميه بس تخفيض بمبلغ تقريبا 22 مليون جنيه. بس طبعا انت عارف بقى الاجراءات الحكوميه والروتين عشان تروح، رحنا لاتحاد الكور قال لنا طب جميل تمام، بس الجواب ده موجه من مصلحه الضرايب لنادي الزمالك، بعد اذنكم عايزين بقى جواب بس يكون اصل ويكون موجه من مصلحه الضرايب لاتحاد الكوره. رحنا سالنا لمصلحه الضرايب عشان يجيبوا جواب موجه لاتحاد الكوره، قالوا لنا طيب معلش ما هو لازم عشان انا ارد على جهه لازم الجهه دي تبعت لي. صح، ده توضيح مهم في الحقيقه. يعني بس انا يعني احنا كنا شغالين ومش كنا ساكتين، عشان انا بتكلم في توفير 22 مليون جنيه وانا عليا 50 مليون، فانا بتكلم في نص مبلغ تقريبا هخفضه لصالح نادي الزمالك. طيب كابتن حسين، عايز اخد رايك في وجهه نظرك، مين هو المتسبب فيما حدث في ازمه القيد الخاصه بثلاثي نادي الزمالك الجديد؟ لا بص، أزمة القيد دي يعني مش يعني أطراف كتيرة، إنما هحصرها بص هحصرها بين اتحاد الكرة، لأن هي ما تخصش غير اتحاد الكرة ونادي الزمالك. تمام. نادي اتحاد الكرة عمل جزء وشاكرا قال لك من شهر أنا عايز ألم فلوس، لأن هو برضه مديون للبلد كل فلوس زي ما قلنا بيحصلها نيابة عن الأندية ويوردها للمصالح الضرايب. تمام. فنادي الزمالك ارتكن، ومش عايز اقول كلمه اهمل دي، يعني هو لا هو تخيل، ده تخيل، هو تاخر. لا بص، انا عايز تفسيري اللي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، اللي هو ايه؟ اعتمد على ان انا هزنه اتحاد الكره في اخر ثانيه فمش يقدر يقول لي لا. ده تفسيري كان كحسين السيد. ده يعني دي الحته، فما فيش عايز مش عارف اقول مين الغلط، انما يعني الناس تفسرها بقى زي ما هي عايز. اتحاد الكوره بعت لي من شهر وانا قلت لا انا هستنى لان انا معيش فلوس وهاجي في اخر الوقت اقوم زنقه وادي له شيكات اللي هي ما بتصرفش. تمام. اكمل لحضرتك بس معلش عشان في نقطه مهمه. اتفضل. بعد ما قلنا موضوع خلاص خلصنا من المديونيه بتاعه الضرايب واتحاد الكوره، فطبعا ما كانش الوقت طبعا يسعفنا، كنا المفروض نكمل. واتمنى ان تكون الاداره الماليه في النادي مع الشؤون القانونيه ان هم يكونوا ساعوا في الموضوع دوت، لان انا بتكلم يا جماعه في رسوم تنميه المفروض تتشال من على النادي اللي موجودين في حسابي في اتحاد الكوره تقريبا حوالي 22 مليون جنيه. انا بس عايز اقول معلش فاضل لي دقيقتين. اتفضل. للتذكره بس، احنا لما جينا مشينا من النادي عملنا مؤتمر صحفي ووضحنا فيه كل الحقائق لما انتهت مده المجلس، وقلنا لازم نعمل حاجه كده اسمها كشف حساب نذكر الناس، بس مش عايز اقول انجازات نادي اللجنه او بالشغل اللي عملتوه فورة. يعني بالشغل اللي عملناه من ضمن الحاجات اللي عملناها للتذكره برضو كده وعلى السريع. تمام. بالنسبة لملف اللعيبة، احنا عرضنا واحد اسمه أسامة فيصل ب 4 مليون جنيه لموسم واحد من البنك الأهلي. أسامة فيصل ده هداف المنتخب الأولمبي، لو كلنا بنتفرج وبنتابع كلنا شايفينه عامل إيه مع المنتخب الأولمبي. ده اتعرضنا لموسم واحد
ب 4 مليون جنيه. في اثنين لعيبه معلش انا اسف طبعا مع احترامي الكامل للعيبه من ابناء نادي الزمالك بس ما كانش حد يعرف اساميهم حتى وممكن لغايه دلوقتي ما حدش يسمع عنهم. واحد اسمه الكابتن ياسين مرعي والكابتن احمد محمود. دول دول واحد اما مواليد 2001 واحد 2003 دول ما كانوش حد رانوا مع الدرجه الاولى او بيلعبوا مع الدرجه الاولى. نجحنا في ان احنا نعيرهم لفاركو ب 2 مليون جنيه للاعب في السنه. طبعا. ده احد الايه الحاجات بس كده. يعني في لعيب اللي هو محمد عبد السلام اللي هو اعرناه للاتحاد بمليون و750 الف جنيه اللي تم الاستغناء عنه دلوقتي ببلاش. وانا مش عارف برضو وخاصه المركز اللي بيلعب بيه محمد عبد السلام ازاي ده بيلعب مساك وانا المركز ده عندي كل الناس وكل مصر شايفه ان انا محتاج حد زي كده بالاضافه ان انا ازاي ما ايدوش او ما وصلت معاه لاتفاق ايا كانت المبررات او الكلام ده كله وبرده اقوم رايح اعمل اعاره لمحمود علاء برضو المركز ده اخر حاجه اتفضل بخرج من هنا عشان اسال سؤال بس اتفضل ويا ريت الاقي فيه اجابه واضحه زي ما احنا طلعنا كده في المؤتمر ووضحنا بالحقائق لكل الناس وجماهير الزمالك كلها احنا عملنا ايه وما عملناش ايه حد يجاوبني اسامه فيصل عقد اعارته بكام والمدة قد ايه؟ والنقطة الأخيرة وأنا آسف للإطالة عقد احتراف مصطفى محمد اللي عملته لجنة اللواء عماد عبد العزيز اللي كل الناس هاجت عليه ساعتها وقالوا لي ازاي انت بتعمل عقد مش عارف ب 2 مليون دولار إعارة وبعدين إعادة بيع ب 4 مليون دولار وبعدين مش عارف في بنفيتس كمان هتاخدها لو الراجل ده خد مركز متقدم أو اشترك في الشامبيونز ليج أو الكلام ده كله عايز إجابة على الحتة ده لما ده عقد مصطفى محمد يبقى إهدار للمال العام أمال عقد إمام عاشور يبقى اسمه إيه؟ بالظبط أنا خلصت يا كابتن تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين السيد تشرفنا بمداخلتك معنا عضو اللجنه السابقه لاداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب واعتقد وضح امور كثيره جدا وحق الرد مكفول طبعا لمسؤولي نادي الزمالك الحالي.